اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما وعدناكم طبعا في بداية الحلقة انه فقرتنا الثانية والاخيرة هتكون مع الغناء، مش بس بنتكلم على الطرب الاصيل لكن كمان الاغاني الجديدة. علشان كده ضفنا اللي منورنا وصوته جميل جدا على فكرة، انا سمعته قبل ما نطلع كمان هوا، وهو محمود ابراهيم. اهلا بيك، صباحك صباح الورد. اهلا بيك، صباح الخير. محمود، يعني كلمنا شوية عن نفسك بقى، يعني عرف نفسك للجمهور كده. انا اسمي محمود ابراهيم، خريج كلية حقوق جامعة اسكندرية. ابتديت الغنى تقريبا من حوالي 8 سنين كده مع الكورال بتاع الجامعه وكده، كان مع استاذ احمد ربيع، هو اول حد يعني دعمني في الموضوع، وهو اللي نصحني ان انا اكمل بقى، وان انا ادور ان انا اشوف مثلا قصر ثقافه اقدم فيه او ان انا اقدم في الاوبرا وكده. وفعلا رحت قدمت في قصر الثقافه مع المايسترو محمود ابو زيد، وكان اول حد خلاني وقفت على الستيج يعني وغنيت. ومن هنا بقى يعني ابتدى مشوار الغنى معايا. وخلاص كده انت في الحقوق بقى، يعني مش هتكمل ولا هتعمل ايه؟ لا لا لا، هو حقوق شهاده بس يعني. يعني انت هتاخدها شهاده بس هتمارس الغناء كاحتراف. بالزبط. يعني انت بالزبط. خلاص قررت. اكتشفت في نفسك بقى موهبه الغناء امتى؟ يعني في سن كام سنه؟ هو انا من وانا صغير وانا عارف ان انا صوتي حلو، بس يعني ما كنتش مهتم قوي بالغنى، لان وقتها كنت مهتم بالرياضه شويه وكنت بلعب كوره يعني. فما كانش موضوع الغنى ده في دماغي يعني. لما جيت بقى ابتديت دخلت الجامعه، فكنت خلاص بطلت كوره، فقلت ليه ما كملش يعني في المجال بتاع الغنى، خصوصا ان انا حابب الموضوع يعني. كنت بتدندن وانت صغير في البيت مثلا وتقعد تغني كده مع نفسك؟ والاهل بقى كان ردود فعلهم ايه؟ يعني هل حد كان بيشجعك يقول لك ايه يا محمود ما تغني ولا يعني سايبينك بتدندن عادي زي ما كل واحد فينا بيبقى ماشي في البيت كده ساعات يغني؟ بالظبط بالظبط. لا هم يعني هم ما كانوش مستوعبين ان انا هل فعلا هو صوته حلو، هل ينفع ان هو يطلع يغني في قدام ناس وعلى الستيج يعني وكده، ولا هو مجرد دندنه زي ما اي حد بيدندن يعني. بس لغايه ما يعني طلعت اول حلقه طلعت فيها يعني في التلفزيون، ابتدوا بقى يفهموا لا ده هو في حاجه، هو فعلا شكله صوته حلو، ينفع يبقى مطرب. انت اتخرجت خلاص من حقوق ولا لسه؟ اتخرجت. طيب احنا هنسمع ايه بقى منك دلوقتي؟ ممكن عشان احنا في برنامج صباح الورد نبتدي باغنيه يا ورد مين يشتريك لمحمد عبد الوهاب. الله، يلا بينا. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والقبل يا وردي أبيض غار النهار منه خجول محتار، بس الندى في خده جارت عليه الأغصان، أبيض غار النهار منه خجول محتار، بس الندى في خده جارت عليه الأغصان، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده بكى، 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 أفدي الخدود التي تعبث في مهجتي، يا ورد ليه الخجل في
فيك يحل الغزل يا وردي. الله الله الله، احسنت. شكرا محمود. مسيح. وانت ما بين فترة اللي انت هاوي الغناء وما بين ان انت بدأت تدخل تتعلم بقى بشكل احترافي اكتر، ايه الاضافة او ايه اللي اكتشفته او اتعلمته جديد عن فترة ان انت هاوي او اللي لا طبعا في فرق كبير جدا. يعني انا اول ما قررت ان انا اخش موضوع الغنى كنت مفكر ان عادي كده، لا الموضوع هروح اغني وخلاص. الموضوع لا، في ان لازم ابقى متحكم في كل حاجه، كل رياكشن بيطلع مني، كل نوته انا بقولها. الموضوع لا كان مختلف جدا، وابتديت احس ده لما بقى دخلت كان منتخب الجامعه مع المايسترو اللي بتشرف حقيقي اللي انا غنيت تحت قيادتها، الدكتور شريهان الحديني. الموضوع لا فرق معايا كتير جدا، فرق معايا كتير جدا. طيب خلينا نسمع حاجه كمان. ماشي. طيب الاغنيه اللي جايه دي هي اغنيتي الشخصيه. ايوه. اغنيه انا بحبها جدا وقريبه قوي لقلبي، فحابب اسمع رايك برضو فيها. دي بقى الكلمات والالحان. كلمات والحان صديق امير يسري. والتوزيع. والتوزيع احمد نبيل. طب هي اتصورت فيديو كليب ولا؟ اتصورت موجودة. فيديو كليب وموجوده. موجوده. اسمها ايه الاغنيه؟ اسمها فينك. طب يلا. لسه بدور عليكي وخايف اشوفك صدفه في مكان، لسه معلق قلبي ووحشاني فعلا ليالي زمان، نسيت اللي بينا قدرت وبعدنا، نهيت حكايتنا وخلص الكلام، نسيت اللي بينا قدرت وبعدنا، نهيت حكايتنا وخلص الكلام، فينك ياللي بعدك روحي سايباني، فينك لو في بالك رجعي تاني، فينك فينك ده اللي ما بيني وبينك، لو هيضيع مش عايز تاني عايش، فينك ياللي بعدك روحي سايباني، فينك لو في بالك جاي تاني، فينك فينك ده اللي ما بيني وبينك، لو هيضيع مش عايز تاني عايش. الله الله الله. مواضيع الاغاني بقى بتختارها ازاي؟ يعني هل اوتو بايلوت كده اللي هو انا هغني فيلا نبدا بالعاطفي، ولا انت بتميل لنوع معين؟ يعني موضوع الاغنيه دي مثلا اخترتها ازاي؟ لا هي موضوع الاغنيه دي كان ليها موقف معايا. يعني انا كنت لسه تقريبا خارج من علاقه يعني. ووقت ما سمعهاني صديقي ده فحسيتها لمست قلبي قوي يعني. فقلت لا خلاص انا لمست معايا. من اول ما سمعتها اول مره قلت الاغنيه دي انا لازم اعملها يعني. اوكي. طب حسيت يعني بعد ما عملت الاغنيه وتصورت فيديو كليب، احكي لي بقى عن الستوري بورد بتاعت الفيديو كليب او قصه الفيديو كليب، وازاي دورت على مخرج يصورها لك او يخرجها لك؟ حدوته الاغنيه هي فكره حتى فكره الفيديو كليب يعني. من اول ما سمعنا سمعت الاغنيه كانت الموضوع كان في دماغي، كنت انا وصديقي ده يعني قعدنا وفكرنا الموضوع كله يعني. احنا ما كانش الموضوع بالصدفه كده اللي هو انا دورت على مخرج ولسه هنشوف فكره للفيديو، لا هو كانت اوريدي الفكره موجوده بعد ما سمعنا الاغنيه وقررت ان انا هسجلها يعني وهعملها. كنا حابين ان هي الموضوع يبقى بسيط كده، ان هو
في اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى متصوره وبتتعمل ستوريز دي كتير، كان حد سايق ومشغل اغنيه والكلام بيتكتب، فهو كانت فكره الاغنيه احنا حبينا ان هي تكون بالبساطه دي يعني. اللي هو انا مش عايز حتى الناس تتعب، ان هو مش عايزك تاخد انت تقطع الاغنيه تعملها انت فيديو، لا انا عامله لك جاهز. خد انت قطعه على طول وحطها على طول الستوريز. يمكن انا من عشاق الهضبه في الحقيقه، وكان في رائعه للهضبه كنت في بالي طبعا، وكانت بيانو بس ومختلفه يعني، كان مود مختلف جدا هو عامله في الحقيقه ومش بيكرره كتير. فانا عارفه ان انت بتغنيها حلو، نسمعها اكيد طبعا. يلا يلا. لسه انت كنت في بالي حالا من مفيش، من بعدي عايش ولا مش عارف تعيش، ده انا من كتير سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش، ما يهمنيش مين اللي سايف فينا مين، واحدة النتيجة انا وانت طلعين خسرانين، وانا مش بخير قبلك وبعدك كان هيجي الخير منين. فكرت انك رحت مني مش قابلها، شوف النهاية انا وانت غير دي نستاهلها، ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها. فكرت انك رحت مني مش قابلها، شوف النهاية انا وانت غير دي نستاهلها، ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايل. الله. طيب خلينا نقول بقى مين من المطربين المفضلين، يعني انت دلوقتي بتغني للقديم وبتغني جديد واغاني خاصه بيك، مين كده بيبقى ملهم بالنسبه لك او بيدي لك طاقه ان انت عايز تبدا وتغني؟ انا اكتر مطرب بحبه جدا يعني واكتر مطرب ذاكرته محمد عبد الوهاب، موسيقار الاجيال طبعا، اختيار طبعًا موفق جدا طبعا. ايه اللي بيشدك في شغل محمد عبد الوهاب؟ يعني الالحان بتاعته يعني بالرغم ان هي صعبه جدا بس بتمس القلب قوي يعني. ف تقريبا هو اكتر مطرب انا بحب احفظ له وبحب اغني له يعني، لان بجانب ان انا ماشي بحب اغني الاغاني واوصل الاحساس بتاعي فيها، هي بتفيد اي مطرب يعني، اي مطرب حفظ لعبد الوهاب بتنقله لمرحلة تانية خالص. ده حقيقي، ده حقيقي. محمود انت يعني لعبت حفلات قبل كده او ظهرت في حفلات قبل كده؟ قدمت حفلات كتير طبعا. في الاول بس حابب اشكر دكتور امل جمال سليمان، وكيل وزارة شباب الرياضة الاسبق، وهي يعني بعتبرها ام التانية. هي كانت السبب ان انا دخلت اوركسترا وزارة الشباب والرياضة وظهرت في حفلات كتيرة قوي، منها كنت حفله احتفالات اكتوبر كان امام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحفلات كتيره بقى يعني كنت بمثل فيها اوركسترا وزاره الشباب والرياضه يعني، سواء بره مصر او في مصر يعني. فهي كانت سبب ان عرضتني للناس كتيره قوي. طب والحفلات اللي جايه ايه؟ هل بتحضر لحاجه في الفتره الجايه؟ في حفله ان شاء الله يوم 17 في الكلية البحرية في اسكندرية.
طب هايل طبعا، يعني انت نورتنا وصوتك قد ايه جميل، ودايما هنتابع نجاحاتك ان شاء الله الفتره اللي جايه. ربنا يخليك. المطرب محمود ابراهيم، واعتقد انه خير ختام بقى مع المشاهدين هيكون باغنيه انت هتختارها تختم بيها مع المشاهدين، وانا هختم دلوقتي معاهم واقول لهم صباحكم صباح الورد. هسيبكم دلوقتي مع اغنيه جميله من المطرب محمود ابراهيم، يلا. ربنا يخليك. طيب نقول حاجه كده لمحمد قنديل، يلا. صاحب رمشو. ليلي يا ليل يا ليل، ساحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب، تيرارارا نسيت اعمل لقلبي احجاب، وقلبي داب داب داب، رموشه تميل على خدوا جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خدوا جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر ودوا أمل كذاب، أمل كذاب، نسيت أعمل لقلبي حجاب، وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب، سحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب، تيرارارا نسيت اعمل لقلبي حجاب، وقلبي داب داب.